رفيق، رفيق الأيام، رفيق الأحلام والقصص اللي جاي، وبتبقى يا رفيق حكاية الإيمان اللي جمع لبنان، رفيق الحكاية وبتبقى يا المتابعة معكم لليوم الثلاثاء 14 شباط 2017، 12 سنة من الوداع، 12 سنة من الاستمرارية، ويا رب الاستمرارية تكون لقدام لأهداف نبيلة للوطن اللي حبه من قلبه الرئيس الشهيد. طبعا نستمر مع ضيفنا بالاستوديو دكتور داود الصايغ، مستشار الرئيس سعد الحريري، واللي طبعا مثل ما قلنا كان ل 15 سنة وقبل تولي المهام سنة 2000، طبعا كان مستشار رئيس الشهيد رفيق الحريري 92. كانت تثار كثير قضايا ضد العيش المشترك بلبنان، وكان هو ضد هالفكره ابدا، يعني من وقت تولي انقاذ لبنان لوقت استشهاده بهالمرحله هيدي، كان اذا سمع بهالخبر كان دغري يدافع عن العيش المشترك ويدعو للاعتدال وعدم طائفيه والمذهبيه. قد ايه كان هالموضوع من اساسيات الرئيس الشهيد؟ كان الموضوع بصلب تفكيره، بصلب رؤيته. كل المشاريع مثل ما بتقول، في مشاريع كتير ظهرت اثناء الحروب، هو ما كان ضدها، مثل ما كانوا الغالبيه الساحقه من اللبنانيين من المخلصين. العيش المشترك بلبنان والعيش المشترك اللي آمن فيه الرئيس الشهيد هو تلك القاعدة اللي هي إحدى قواعد مبررات وجود لبنان. لأنه لبنان هذا الكيان المميز، هذا الكيان الخاص، يتميز بأنه أعطى صيغة بيسموها مختلفة عن غيرها. ولذلك هو بس وصل شاف أنه ما يسمى بالشريك الآخر على الصعيد السياسي كان في نوع من ضعضعة، يعني كان القاضي المسيحيين مغيبين، كان اليوم الرئيس عون، كان يومتها بباريس في المنفى، كان الرئيس أمين جميل في المنفى، وما لبس دكتور سمير جعجع اللي فات على السجن. كان في شخصيات مسيحية محترمة، وهو على اتصال معه، لكن شاف انه ذلك يمكن بده معالجة اخرى، فنظر الى الوضع، حكي قال لي مع مين بدنا نحكي. شفنا انه البطرك الماروني، بطرك سفير الله يطول بعمره، ممكن انه يكون اليد اللي بدها تمتد له من هذا الرجل الاستثنائي اللي كان هو ممثل بارز لطائفته، وعم ياخذ شكل القيادة الوطنية أوسع من القيادة اللي موجودة بطائفته. بقى بدأت لقاءات مع البطرك سفير، وهو كان عرفه، كان اجتمع فيه بروما في مرحلة الإعداد لاتفاق الطائف.
لأنه اللجنة الثلاثية العربية اللي كانت مؤلفة من وزير خارجية السعودية الله يرحمه سعود الفيصل ووزير خارجية المغرب والجزائر نعم. اللي انبسأوا عن اتفاق يومتها لتطبيق اتفاق الطائف زاروا روما واجتمعوا بالبابا وكان البطرك سفير موجود بروما والتقى بالرئيس الحريري أكثر من مرة وكان من الطبيعي وقت اللي تولى مسؤولية رئاسة الحكومة أنه بلش يلتقي بالبطرك سفير وبدأ عهد من التعاون العميق لأنه اكتشفوا أنه عندهم رؤية مشتركة وهدف مشترك بالنسبة إلى لبنان صحيح. كان البطرك سفير عنده حرية يعلنه كان الرئيس الحريري طبعا عنده حرية لنا لكن بده ياخذ بالاعتبار الوضع القائم يعني عم نحكي اليوم نحن بعد مرور 12 سنة على استشهاده لكن في مين عم يسمعنا أو عم يشوفنا بينسى كم كانت حال حالة الوصاية فيها وطأة فيها ضغوط وفيها بعدين شفنا كيف انتهت الأمور بقى بده ياخذ هالشيء بالاعتبار انه من جهة بده يرجع يثبت قاعدة العيش المشترك بده يرجع يثبت قاعدة الميثاق الوطني شو هو الميثاق الوطني هو هذا الاتفاق يومتها كان بين الشيخ بشار الخوري والرئيس ولاية الصلح على اللي بيمثلوا ما يسمى بالجناحين وهو بيكمل هذه الطريق وبالأخص لأنه وثيقة الوفاق الوطني اللي أقرت في الطائف ثبتت هذا التوجه صحيح. ثبتت هذه القاعدة وتولدت مع البطرك سفير علاقة وثيقة فهموا على بعضهم فهموا أنه هني أمام مرحلة تاريخية دقيقة وأنه لابد من تجاوزها هلا بحكي لك شو كان يقول البطرك سفير شو كان تمنياته لكن وسيلته للرئيس الشهيد في ذلك الوقت في ظل هذا الوضع الضاغط كانت بإعادة إحضار لبنان في الخارج لأنه سياستنا الخارجية غيبت طوال تلك السنوات فقام بزيارات خارجية من بدءا من اليابان والصين إلى كندا إلى روسيا إلى أمريكا الجنوبية فضلا عن كل البلدان العربية كانت وسيلته لإعادة إحضار لبنان في الخارج ومن جهة تانية كان يريد أن يحمي لبنان من هذه الصراعات عبر أولا جعل بيروت عاصمة دولية فاستخدم يو إن دي بي وتم ذلك في رحلة إلى نيويورك أنا كنت حاضر معه وقت الحكى مع الأمين العام وكان عنده رغبة أنه حتى يستخدم منظمة الأوبك البترولية نعم نمسا ما عندهم بترول ونحن ما عندنا بترول ليش بده يحطوها بالنمسا هي كانت فكرته لي يعني كان عن الإنجازات اللي يفكر فيها كانت نظرة بيقولوا لقدام مستقبلية دايما يفكر لقدام كأنه نزل على الأرض وشاف كل شيء وبعدين حط الخطة وبلش عم بيشتغل لمحبته لهالوطن نحن بنعرف كثير منيح كان يكره الظلم وخاصة الظلم عامة وظلم ضد المسيحيين خاصة بنعرف قد ايه كان في معزة خاصة من قداسة البابا الطباوي القديس جون بول دو بنعرف قديش كان في وباركوا كمان عدة مرات وكان في عدة زيارات يعني بنعرف قديش نحن بتلفزيون مستقبل عايشين كلنا مع بعضنا قلنا 24 سنة اللي هي فترة كتير طويلة لا. عايشين بعيش مشترك اللي هو مجتمع مصغر صح. عن الوطن اللي هو موجودة. اللي هو بيدعي له يعني نحن بنعرف قديش ولا مرة حدا دايما حكى بالطائفية كان ضد هالفكرة ضد الطائفية ضد الظلم كان يميز. ويحكي عن الإسلام إنه هالإسلام هو الدين المعتدل الدين اللي هو ضد العنف وضد الإرهاب يعني إذا يقول هالقد لازم يتقربوا الأديان من بعضها هيدي الأفكار اللي كان يحكيها طبعا كان يدافع عنها للعيش المشترك كان يقول مسيحي معتدل أقرب إلي من مسلم متطرف كان يعني هذا الاعتدال هو نهجه وهو بعده هلا مستمر مع الرئيس سعد الحريري هذا موجود ببيتهم موجود بهذه العائلة مثل ما قلت لك كيف نشأوا بقى كان يعتبر بالنسبة للبابا مثلا انه على رئيس وزراء لبنان انه يزور العبر الاعظم مرة بالسنة
وهو لم ينسج علاقة فقط مع البطرك سفير، بعد مع جميع القادة الروحيين حتى مع الرهبانيات وصلنا لعلاقات وثيقة جدا. نعم. ومع ما كان يفرق مثل ما بتتفضل هلأ بمؤسساته، في عدد من المسيحيين يمكن يوازي عدد المسلمين، ما كان عنده هذه التفرقة، وأنا شاهد على ذلك، كنت يعني من شاهد على ذلك، ما كان عنده إياها. أما فيما يتعلق بتطبيق ذلك على الأرض، نحن منشوف إجا كان حريص على تطبيق مبدأ المناصفة ببلدية بيروت. هلأ اتفاق الطائف أقر بالمناصفة بالوظائف العامة، مش مفروض تنسحب على البلديات، لكن هو أصر على أن يكون ذلك في بلدية بيروت. حكيت عن الظلم الواقع على المسيحيين، واقع ظلم على كل الناس. نعم. هل واقع ظلم؟ كانت الحروب لم تميز، والحروب وصلت للمذاهب فيما بعدها فيما بينها. طبعا. يعني صار في حروب مسيحية مسيحية، صار في حروب شيعية شيعية، صار في حروب كل النواحي كل النواحي. هذا إعادة مثل ما بيقولوا لملمة هذا الموضوع كان هدفه وقت اللي وصل. ومسيحي بالنسبة له هو مكون أساسي، ومثل ما في معتدلين في كل الطوائف، في معتدلين عند المسيحي، في معتدلين عند الجميع، هو أراد رفع شأن هذا الاعتدال، لأنه لبنان من دون اعتدال ما بيمشي، لبنان من دون حوار ما بيمشي. الحوار بالنسبة إلى اللبنانيين منه ترف، هو حاجة حياة. صحيح. هو بده يضل هذا التواصل. ولذلك أنا شاهد على كل لقاءاته، حتى مع البابا الطباوي بأول لقاء له بنيسان 1993، طلع من عنده مرتاح وقال له أنت المسؤول، أنت المسؤول بلبنان طبعا. وكان لقاءاته مع المسؤولين بالكرسي الرسولي مش بس تشمل لبنان، تشمل جميع قضايا المنطقة. أصبح هو الوجه أو الصوت المسموع، وكذلك بالنسبة إلى المسؤولين الأوروبيين. أنا حضرت مرة معه لقاء مع رئيس وزراء إيطاليا رومانو برودي، حكوا عن لبنان طبعا، لكن حكوا عن سوريا، حكوا عن مصر، حكوا عن دول سائر المنطقة. كان على هو اطلاع وصلة بجميع هؤلاء. نعم. وهذا يعني طبعا هذا المكسب اللبناني الكبير. بس بقينا نروح نشوف مثلا من طوكيو لأوتاوا لمونريال لموسكو، الأعلام اللبنانية ترتفع وقت زياراته، إلى درجة أنه في مسؤول ياباني كبير قال يومها لسفير لبنان وقت استشهاده، قال له رجل من هالنوع كيف بتخلوه يموت؟ انه يعني صحيح. هالقد اثار الاعجاب مع كل المسؤولين، مع كل مقرري العالم اللي صدف. شو حلو هالجمله، كيف بتخلوه يموت؟ لانه هو كان حدا يعني مش بس لبنان، كان مثل عم تقول كان حديثه على المنطقه. نحن رح نحكي عن نعم. انا بتسمح لي اقول جمله، بعد استشهاده ارتبكت كثير، وكنت يعني ما كنت اقدر اكتب ولا احكي. بعد مدي كتبت لم يكن عندهم الوقت للموت، انه هالرجل اللي كان يحرك كثير، يحرك رياح معه، كان رجل شديد النشاط، يعني بينام 4-5 ساعات بالنهار، والباقي فكره شغال على طول عن لبنان، عن لبنان. يعني نحن عم نحكي عن هالامجاد يلي هي رح تستمر، وفي بصمه كتير كبيره، وهالقائد يلي كان موهوب وكان عنده الكاريزما يلي ما لها حدود، قدرت توصل هالكاريزما لانه تستمر سنين وسنين حتى بعد رحيله، والاستمراريه رح بتكون طبعا استمراريه بعد الرئيس الحالي. انا شخص مطمئن. نعم. مطمئن. رح نحكي بعد البريك دكتور داوود عن استمراريه هالنهج واستمراريه هالطريق مع الرئيس طبعا سعد الحريري. الله يخلي لنا اياه.